بكل الود بكل الحب، والمفروض نقول بكل الورد الورد، لأن في عاصمة الورود أريانا هوني سيدي عمار غاديكا، أريانا أريانا الجيابة خليني نقول. معايا حسين بن علي اللي قاعد يأمن في هالصور هذية بعد غيبة تقريبا دامت أكثر من أسبوع، يرجع للبومارشي اليوم. حسين حبيت نبدأ من هنا بطلب ملح من أهالي أريانا، يقولوا لي احنا معناتها الحوات متاعنا اللي نمشيو له برشا، أنت عمرك ما صورته، هاني أنا اليوم جيت باش نصور هوني في نقطة البيع هذية، والمرشي مقابلني غاديكا باش ندخلوا احنا المرشي. خلينا نعملوا طلة يا حسين نشوفوا الأسعار هنا. أما الحقيقة واحد أهلا به، وينك؟ 7000 6980 السردينة. خليني نسأل المعلم يا أخي شنو هي اليوم نو ولا وينو وينو؟ شباب الله يعينك الساعة الهادي اللي غادي أعطاه كي نخلط له نحكي معاه. به الجيد هذايا ب 16 دينار، النزلي ب 17 دينار، 16 دينار 980 مليم. أهلا بك، شنو رايك في سم الحوت؟ ياسر غالي سم الحوت. غالي غالي برشا، ما عادش فيها حتى يخلط على حتى شيء، لا حوت ولا خضرة ولا غلة ولا حتى شيء. ماكلة بعضها بالغلاء، بالحقيقة هذه كلمة حق. لا بصراحة معناها واحد ما عادش خالط، فهمتني؟ إذا تو أنت تو أنا من قبيلة والله المرأة وصلتني على الحوت، قلت خلني ناخذ شي كعيبة برك أخوي. يزي في يزي برك. ولا ولا واحد يتذوق. معناتها الأسوام هزوا لك ورقة حمراء. شرف الدين غديرة راح كم سابق هذاك، علاش انا قلت له ورقه حمراء برا نمشيو هكا في ساعه خاطر باش نجمو ندخلوا من بعد المرشي. تو انا خليتك في الحم نجي نلقاك هنا يا خويا. كيف كيف اخويا في الحم ولا في الحوت كله كيف كيف؟ لا لا نعرفك مع العجنقي انا. يصير ولا عجنقي؟ مازال في السكره والله، مازال في السكر. مازال في السكر. اي يفهم هذا في الحوت. يفهم. انت قلت يا بل قاروس بحر، قد يسوم القاروس بحر اليوم 34 دينار. أيوا على سلامتك حاجة، ربي فضلك. قد يسوم السوبيا مساج من غير ما تسوم. مرحبا مرحبا. قد يسوم 17 دينار السوم. 17 دينار و 980 18 دينار. 18 دينار. أنا نحب نفهم السردينة معناتها 6900. لا تشاي خشينة ماشي جويدة. سي نورمال مادام مثلا ماهيش تبدا نو ولا شنو؟ نو اي موفي تو انا ايمن والله العظيم احنا بيدنا ما تراش الطقس كيما في الشمس توا هكاك، تاخذ طقس البحر. ناخذ طقس البحر شنو؟ يهزوني معاكم نهار خل نفهم طقس البحر. تو تفهم اخوي تو تفهم. وينو سي عادل خل نقول له هزني معاك نهار. اي هزوا يا اخوي هزوا معاك. ولا الحجر هذا قداش؟ 39 يا ولدي. رانا نحكي على التريلي حجر، ما تمشيش تسمع على الحجر. لهنا مرجان سناره هاكا اي 19800 المنكوسه. منكوس جرب هذاك 34 34 هذاك قاروس مربي مربي تخشي ناي عاقل معناها مربي يعمل كيف يعمل كيف. في 22 دينار هذا ثم اللي اقل شويه في الحجم ب 17900 شويه حتى ل 16 دينار. انا شفت النزلي ب 22800 هذاك في نوعيه النزلي ثم اللي خشين هذاك ب 16 دينار. أي برا ندخلوا المرشي يا حسين احنا ما يسالش، خلينا تنصوروا كل بسباس في ثنيتنا. اي مرحبا بكم. واحنا باهيه باهيه البافيت يا حاجه باهيه البافيت. اي هايله ديما بافيت. كل شيء كل شيء كل شيء ربي فضلك. شرف الدين اعطيني ورقه صفراء ما يسالش. هادي ربي معاك. عايشك يا عايشك عايشك يا عايشك سيس روحك. هاني شفته هاني شفته يعني يا بابا عنا ورقة يا حسرة على باش نبداو تويكا احنا مساج ها نتاو ناخذوا بسباس من عند المعلم لهنا بدينار الربع. هاي زيد عمل يسوم. قل لهم دينار صغير لا يبكي لا يحير تو شعلنا غادي في الخضرة الجيد ولا خذ هذوكم مساج قداش الخضرة الجيدة مساج مو غادي وريه الأربعة بدينار خلي ياكل مرقة خضرة تبيخة تبيخة بدينار شنو هي بالموس يا ولدي ناحي الموس ناحي الموس يا ولدي سيس روحك حسين خاطر عايشك باش ندخلوا توا لوسط المرشي لهنا. أهلا بيك أخويا
ستار. اللهم المستعان. الاسكالوب ب 11.5 والدجاج 6.3. والله ربي يستر رمضان راهو على الدجاج، على خاطر قاعد معناتها كيفاش يقولوها خريبش خريبش يطلع هكا شوي بشوي بشوي بشوي. احنا باش ندخل نشوفوا اللحم على خاطر عندنا ما عندنا ما نحكيو على اللحوم الحمراء لهنا برشا كلام اللي يلزمنا. اهلا بك، لاباس يا معلم؟ الله يخليك يعيشك. خلنا ناخذه لهنا. وين الهبره؟ وين 28 دينار لهنا. رمضان شنو حواله في الاسعار زعما؟ ايش بحذايا ايش من خاطر الكونتوار؟ كبده العلوش ب 27 دينار. احنا خايفين لا في رمضان ما نخلطوش على العلوش. لا ولا لا ما فما حكايه زاده ولا العلوش قسما بالله لا فما ريت الصوم 27 قسما بالله لا خدمه فيه لا حد شيء. كيما ناخذوا ساعات يقعد ثلاثه علارش جمعه كامله. ماشي نبيعوش هكا كعبه ونص علوش، اذا خليت كعبتي البقري قسما بالله لا واحد سهل عليه. يا رسول الله. لا قسما بالله لا يقدر الخير ولا الخير نتاع بكري يا محمد علي ما عادش توجد برجولي. ما عادش توجد. حتى اللحم حتى مشات على روح. يا خاطر توا ياكل في الخبز. هو ياكل في الخبز ديما. خذ البلايك نتاعك انت يا حسين. ثم غاديك هاوك ان شاء الله ما يمشيش. ايجا بحذايا ايجا يا خويا. هذا كان مرقاز ديري. الله يعينكم. اهلا بك. خويا انا نحبك في كلمتين هكا مختصرين. انت لنا انت الصناعي القديم. ربي يستر. انا خايف لا في رمضان لا انت تخدم لا انا نشري. شنو رايك؟ والله هو رمضان يجيب قسمه اكيد صحيح. فهمت؟ اما قلت ربي ان شاء الله نستوي له الخير ان شاء الله. خاطر انا شفت اللحم بدا طالع شويه شويه مش برشا. والله هوني بي فمش قبيل. خاطر مثلا القبيل ما ثماش هذاك عليه طايح اللحم. فهمت؟ اما في رمضان نتصور باش يقعد يزيد شويه برك، مش باش يزيد برشا. انا قبل ما ثماش. انا اخسر هذه فكرتي. وانا حبيت قبل ما نزيد نحكي عليها نحكي معك انت. انا قلت علاش طويكة باش نحافظوا على العلوش نتاعنا. ما قعدتش خاطر ما تراش روحك انت ولا ربي ثم. اي ثم الناس تقول لك الزهير والفتيمه برحمه بوك. اتكلم على اللنثه برحمه والدي. اللنثه راهو مشاو ذبحوها الكل. فهمت؟ هذاك مناش نخافوا. تكلم على اللنثة اخوي برحمة بوك يا يا ولدي. هذا علاش جيتك انا؟ اللنثة اخوي اللنثة اللي قاعدين يذبحوا فيها واللي باش تأثر على العلوش من بعد. أثرت على العلوش. فهمت؟ اللنثة. فهمت خويا؟ وربي يبارك. ربي يفضلك. وينك البسكليت تحفونا؟ هاي وربي يجريها على خير. ربي يجريها على السلاح. يا روج ربي يبارك. عايشك يا روج. هرقمة هكا قداش الهرقمة؟ 8000 ها؟ يا وفار هذا واحد يعمل حاجة ياخذ الهرقمة يا ولدي. بهايش زادة هذيك الكل 6.8 بلا باش نعرف انا متاع. انا المرة الأخرى قال لي كي تبدا سفرة راي أنثى. لا كي تبدا العجل يا أبيض يا أكحل. هذاك يا أكحل ولا قال لي لك أكحل عجل. أكحل عجل يعمل يسول في الهرقمة. يا ما ثمش بيو يعمل سولد معاه انت. عامل لي سولد هكا ولي يا فلوسي ولي تعرفها هكا. هو برا نشوفوا شويه خضره. الله يعينكم خلينا ناخذوا شويه خضره هكا نشوفوا سم شويه خضره. الله يعينكم. اهلا بيك يا اخوي. اهلا بيك. كانت تعاود ايامات السي او تي بالمنصور ومحي الدين. يا حسره على الكوره. يا حسره حتى انت زاد. يا حسره عليك كنت تيران ماكلوا ماكلين. اي تمر. أنا لازم كنت تفكر بالي من العبيه اللي قدامها هذيا. شكون؟ حطاب البياري ومحمد. يا حسرة على حطاب وحسرة على محمد زاد شو اسمه؟ أريانا تو تسخف أريانا تو تلفزيون تروار أريانا. ريت بربي. واحنا هنا راه بحذا المرشي رانا بحذا دار طارق ذياب. طارق ذياب. وين المونوبريت؟ والبياري ورا المرشي. هادي وفي سيدي عمار. ورا جامع. يا حسرة على أريانا حتى في الهاند بار.
الهون جانا في وقت بشير الشيخ الله يرحمه. الله يرحمه اي ومحمد المهبولي. محمد المهبولي. الله يرحمه زاد هو. مازال تو توفينا منصف الحمامي. هذا لاعب كرة اليد. كرة اليد نعم. تو عنده جمعتين من توفى. الله يرحمه. منصف الحمامي الله يرحمه. اي. اما من الخضار الممتازين ما نقضيكم من عندي اسعار تشوف البلايك تعملوا لهم سوم ولا كيفاش؟ نعملوا لهم سوم والله كانوا لك سعد والله جلبانه شنو هي حكايتها تو هبطت الثلاثه وعاودت طلعت ناقصه شويه ناقصه به هذيك لا اختانا من البتنجاله بالله اختانا مش وقتها مش وقتها خاطر باش توري الناس تقعد تفاهم فيهم تقول راه مش وقتها البطاطا بدينار و280 الفلفل 2980 البصل الربعي 2500 هكا هكا هو شنو عندنا يا اخويا ولا هنا الربع الخشين وهذه السبناخه ب 800 ملي من الربطه الفول 14.90 معدنوس ب 500 السفناريه بقداش بالله حتى هي مش وقتها راهو 16.90 الكيلو بيان سور دونك هكا يا حسين احنا باش نكونوا كملنا جولتنا اليوم في السوق البلديه ولا السوق المركزيه في اريانا نتقابلوا غدوه باذن الله في موعد متجدد مع تسوق وتذوق وانا ديما نقول ان شاء الله ربي يجريها على السلاح الى اللقاء